في نوفمبر القادم عندنا حدث مهم جدا، يمكن أنظار العالم كلها بدأت اللي هي تتجه ليه من دلوقتي، وهو تنظيم مصر لكوب 27 الخاص بتغير المناخ. يمكن وإحنا بنتكلم على التنظيم ده، مصر مش جديد عليها اللي هي تنظم يعني هذا النوع من المؤتمرات العالمية، لأن هي قدرت اللي هي تبهر العالم خلال السنة اللي فاتت تحديدا في تنظيم الاحتفالات اللي أبهرت كل العالم. بنتكلم على موكب المومياوات، بنتكلم على افتتاح طريق الكباش، وآخرها منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة. أبهرت مصر العالم أجمع عبر تنظيم مجموعة من الفعاليات والأحداث العالمية التي تستخدم فيها قوتها الناعمة وتؤكد من خلالها أنها تستطيع أن تصنع المستحيل رغم الوباء الذي اجتاح العالم كله، حيث وقف العالم تقديراً واحتراماً لتاريخ مصر العريق عبر موكب ملكي مهيب ضم 22 مومياء تم نقلهم من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضهم الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وكذلك نقل مركب خوفو الأول، وأيضاً افتتاح طريق الكباش ومنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة. وسيكون افتتاح المتحف الكبير الحدث الفريد الذي يترقبه العالم، كما سيكون أعجوبة مصر للعالم في عام 2022، حيث تستعد الدولة المصرية لاحتفال تاريخي ضخم للمشروع الثقافي العملاق الذي سيحدث ضجة في العالم أجمع لما يتضمنه من قطع أثرية يتجاوز عددها 50,000 قطعة، إلى جانب عرض مجموعة مقتنيات الملك الذهبي توت عنخ آمون لأول مرة بشكل كامل أمام الجمهور. كذلك فإن مصر على موعد مع أحد الأحداث العالمية الهامة وفصل جديد من ريادتها في قيادة المنطقة في العمل المناخي وتوحيد جهود العالم في مواجهة آثار تغير المناخ، حيث تستضيف مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم بشرم الشيخ خلال العام الجاري. ومن المتوقع أن تشهد قمة المناخ المرتقبة حضوراً كبيراً من قادة ورؤساء حكومات دول العالم.